السلام عليكم طلاب وطالبات الصف التاسع في درسنا لليوم في الفيزياء، وهو بعنوان حسابات الطاقة. في هذا الدرس بنعبر عن الطاقة بالوحدات المناسبة، وبنذكر المعادلات المستخدمة لحساب سواء كانت طاقة الحركة أو طاقة الوضع والعوامل المؤثرة على كل منهما. بنتعرف أيضاً على كيفية حساب طاقة الحركة مع معلومية الكتلة والسرعة، وكيفية حساب التغير في طاقة وضع الجاذبية بمعلومية الكتلة والارتفاع وشدة مجال الجاذبية. إذن تركيزنا في هذا الدرس راح يكون على طاقة وضع الجاذبية اللي نرمز لها بالرمز GPE، وطاقة الحركة اللي يرمز لها بالرمز KE. طاقة وضع الجاذبية تعرفنا عليها في الحصص الماضية على أنها طاقة جسم يكتسبها عندما يرتفع باتجاه معاكس لقوة الجاذبية. فعشان نعرف العوامل التي تعتمد عليها طاقة وضع الجاذبية، بنتخيل تسلق جبل على سطح القمر وتسلق جبل على سطح الأرض. طبيعي أن تسلق الجبل راح يكون أصعب على سطح الأرض، وذلك لأن وزننا على سطح الأرض يكون أكبر بسبب شدة مجال الجاذبية الأرضية اللي أكبر من شدة مجال جاذبية القمر. وأيضاً إذا جينا نتخيل صعودنا على تلة راح يكون أسهل بكثير من تسلق جبل مرتفع. هذا يخلينا نستنتج أن طاقة وضع الجاذبية تعتمد على عاملين أساسيين اللي هما وزن الجسم. وزن الجسم طبعاً يتأثر بكتلته وشدة مجال الجاذبية مثل ما درسنا في الحصص الماضية، وكذلك يتأثر بالارتفاع. ولما نتكلم عن الارتفاع لازم نفرق بين المسافة اللي قطعها الجسم وبين الارتفاع. يعني مثلا هنا عندنا سيارة تتحرك على مستوى مائل، فإن المسافة اللي قطعتها السيارة لا تساوي الارتفاع. يعني مثلا الأقمار الصناعية تدور حول الأرض في مدار دائري، بالتالي بعدها عن مركز الأرض يظل ثابت. عشان كذا طاقة وضع الجاذبية لهذه الأقمار الصناعية تظل ثابتة. الأجسام تمتلك طاقة وضع نسبة إلى بعدها عن مركز الجسم الجاذب لها، لكن اللي يصير إن أحياناً هذا الجسم يبتعد أكثر أو يقترب أكثر من مركز الجذب. لذلك قد يكون الأسلم إن نحسب التغير في طاقة وضع الجاذبية واللي يرمز له بالرمز دلتا، اللي هو الحرف اليوناني اللي يشبه المثلث الصغير. فهنا التغير في طاقة وضع الجاذبية اللي هي GPE راح يساوي وزن الجسم مضروب في التغير في الارتفاع. الحين ننتقل للحديث عن طاقة الحركة، وهي عرفناها قبل على أنها الطاقة اللي يمتلكها الجسم نتيجة حركته. طاقة الحركة مفيدة بشكل كبير. ممكن أن نستفيد مثلا من طاقة حركة الرياح في إدارة التوربينات لإنتاج الطاقة الكهربائية. طيب ما هي العوامل التي تعتمد عليها طاقة الحركة؟ إذا تخيلنا شاحنة وسيارة، أيهما تتوقع راح يكون أصعب إيقافه؟ طبعا الشاحنة. إذن الشاحنة تمتلك طاقة أكبر لأن كتلتها أكبر. إذن نستنتج بأن طاقة الحركة تعتمد على الكتلة. أيضاً إذا كان عندي جسمين يتحركوا بسرعة مختلفة، فإن الجسم ذو السرعة الأكبر راح يمتلك طاقة حركة أكبر. إذن طاقة الحركة تعتمد على عاملين أساسيين اللي هم كتلة الجسم M، وتعتمد بشكل كبير على السرعة اللي هي V. لو جينا نكتب قانون حساب طاقة الحركة اللي هي KE، فبتساوي رقم ثابت اللي هو نص مضروب في الكتلة M ومضروب في مربع السرعة اللي هي V تربيع. فمثلا إذا تضاعفت سرعة السيارة ماذا سيحدث لطاقته الحركية؟ نعوض عن القانون، يعطيني نص الكتلة ضرب بدل V. في هذه الحالة راح نضع 2V لأن السرعة تضاعفت ثم نضع التربيع، فبالتالي هذا التربيع راح يتوزع على السرعة وعلى الاثنين، فراح ينتج لي 4 من نصف الكتلة في مربع السرعة اللي هي 4 أضعاف الطاقة الحركية قبل تضاعف سرعة السيارة.
يعني نستنتج أن لما تتضاعف السرعة راح تزداد طاقة حركتها بمقدار 4 أضعاف. وبالمثل إذا زادت سرعة السيارة 3 أمثال فراح تزيد طاقتها الحركية بمقدار 3 أرباع، يعني 9 أمثال طاقة حركتها السابقة. في الكتاب يوجد مثال عن شاحنة تبلغ كتلتها 2000 كيلوغرام. فلو جينا ندرس ماذا يحدث لطاقتها الحركية مع تغير السرعة، نضرب النص في 2000 وتعطينا 1000. عشان كذا وحدة قياس طاقة الحركة في الرسم البياني تم التعبير عنها بوحدة الكيلو جول، لأن نحن نعرف أن الكيلو عبارة عن 1000 من الجول. إذا لما يكون مقدار السرعة 10، مقدار طاقة الحركة راح تكون السرعة تربيع اللي هي 100 كيلو جول. ولما تكون السرعة 20 راح تكون طاقة الحركة 20 تربيع، يعني 400 كيلو جول. ولما تكون 30 30 تربيع، يعني 900 كيلو جول، وهكذا. وهذا يفسر لي زيادة استهلاك الوقود في السيارة عند التسارع، لأن طاقة السيارة الحركية تتناسب مع مربع سرعتها. وبعد مشاهدتكم للدرس بإمكانكم الإجابة على أسئلة التقييم الذاتي من خلال الضغط على الرابط أسفل الفيديو. وبكذا نكون خلصنا هذا الدرس من كتاب كامبريدج في الفيزياء للصف التاسع للمناهج العمانية.